مرحبا بكم متابعي جريده الحياه اليوميه. رجعنا لكم برنامجكم برنامج مع شعيبيه. نزلنا لشوارع مدينه الرباط، سولنا الناس واش كيامنوا بعيد الحب واش كيحتفلوا به. نخليكم مع التصريحات ديالهم. وعيد الحب الحياه راخص، ارفع حاجه في الحياه هي الحب، ولكن الناس راه ما تيفهموش. الحب فيه حنان، فيه لا جينيروزيتي، فيه لو ريسبي، يعني هذا هو الحب. تحبي الاخر ويحبك. حنا هنا مسافرين في السفينه، خصي يحب شي وشي يعتني بشي وشي يبغي شي وشي يعاون شي. الام ديالي، الزوج ديالي، كنحب الاب ديالي والاخوه واقرب الناس الي اللي كيصادقوني في ذاك الحب، اللي عندهم واحد الحب صادق. هذا الشيء يمكن لي نقول لك. واش كتعتبري اليوم كافي للحب؟ هاد النهار هذا لا، الحب فيه استمرارية، الحب على الدوام نحتفلوا به داكوغ، أنا متفقة معك، ولكن الحب واحد الحالة كنعيشوها في الداخل ديالنا، ولكن دائما ما خصناش نكونوا مزيفين نبينوا الحب ومن بعد ما يبقاش الحب، خصو يبقى على طول. ما فيها حتى شي حاجة عيد الحب. حنا الحمد لله الحب هو من شعائر العرب والمسلمين. حنا عندنا الحب المجتمع ديالنا، ماشي عيب الانسان كيحب الزوجه ديالو او كيحب واحد الصديق يعبر ليه كل فرح على المشاعر ديالو على الحب ديالو، هذا شيء طبيعي. هذاك النظر ديالي انا، حنا ديما عندنا عيد الحب، ماشي على يكون عندنا الحب، هذا يكون عندنا العيد. ديما حياتنا تكون مبنية على الحب. الحياة الزوجية إلا ما كانش فيها الحب راه حقيقة حسن الإنسان ينفصل. إلا ما كانش الحب بين الطرفين راه حيت واحد الحب هو نعمة من الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيلهم الانسان باش يحب ديك الزوجه ديالو او يحب الصديق ديالو او الاقارب ديالو او الام ديالو او الاخوه ديالو. هذه مسائل فطريه، ونتمنوا حياتنا كلها تكون حب. السلام عليكم. الصراحه عيد الحب كيمثل واحد المناسبه للمغاربه اللي من خلالها كيعبروا على الحب ديالهم بالنسبه لها، سواء اللي مزوج للشريكه ديالو ولا اللي متصاحب، ولكن هذا ما كيحتفلوش به جميع المغاربه وما فئه معينة فقط، لأنه حنا في الدين الإسلامي ولا في الثقافة العربية ديالنا ما عندناش شي حاجة سميتها عيد الحب. حيت باش تحب الزوجة ديالك راك كتحبها على طول السنة، وباش تحب الزوج ديالها كتحبو على طول السنة، يعني ما عندناش يوم محدد. وشكرا. لا لا لا، ما كاينش الحب، ربما ما كاينش، ما عرفتش، ما تيبانش الحب هنايا. إذا كنت نحب، وأنا من تنحبش أنا دابا. يعني عليها ما كتحتفلش به؟ لا ما احتفلش به، وما خصهم يحتفلوا، مشاكل اللي جينا نحتفلوا، شنو نقول لك؟ الله يسهل عليكم الأمور.